نجم الكوميديا طلعت زكريا منور الدنيا كلها. حبيبي يا محمد ربنا يخليك. تمام. لازم احييك على روحك الحلوه انك جاي النهارده عشان تبارك لاسره فيلم فين قلب. ده شيء واجب على كل ممثل، بس انا في الغالب معروف عني ان انا ما بروحش عروض خاصه. معروف عن النجم الجميل مصطفى عمر ان نوعيه افلامه الرومانسيه الكوميديه اللايت كوميدي الجميله دي، فايه رايك في النوعيه دي؟ وشايف ان هو يعني مطلوب منه يغير جلده برضه الفتره اللي جايه؟ مصطفى عمر ماشي على نمط معين الناس حباه فيه، المطرب الرومانسي ابو دم خفيف. هو ماشي في السكه دي وربنا موفقه فيها، وعمل كذا تجربه نجحت وان شاء الله التجربه دي كمان تنجح باذن الله. فيلم حليم خلص تصوير ولا لسه؟ فاضل له اسبوع ان شاء الله. اتحدد ميعاد عرض برضو ولا لسه؟ احتمال بنسبه 90% في شم النسيم. صور حاجه غير حليمو؟ ازاي بقى مع كريم عبد العزيز؟ عمل مخابراتي بقى عظيم. تمام. دورك ايه بقى في المسلسل؟ خال كريم عبد العزيز اللي مطلع عينه يعني. دايما بيبقى فيه شجار كده بيننا. فكرونا كده بالديوك جميل اللي عملتوه في ابو علي. طبعا طبعا. هي رجوع لكريم بعد فتره غياب بره. كل جمهورك اللي بيحبك ويعشقك في العراق تقول لهم ايه في اخر اللقاء الجميل؟ جمهوري في العراق انا بحبه وبحترمه وبقابل ناس منهم هنا كتير. استنوني في فيلم حليمه وفي مسلسل زيبا ان شاء الله.